يو السلام عليكم، معكم بادي الماس. فيديو جديد اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع اللي قليل فين كندوي عليه. اجي عمرك فكر شي دير شي ايرباك في الموتور، شي ايرباك اللي يقدر ينفعك؟ لا ما كندويوش على هذا، ولكن كندوي على شي حاجه لي سبيسيال الموتور. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، ونتمنى انه يعجبكم. طلق السخونه صديقي. كما قلت لكم الموضوع ديالنا هو غادي ندوي على الايرباك ديال الموتور، اي غادي ندوي على واحد جيلي اللي خرج جديد، خرجاته هاد الشركه هادي داينيز اللي ديجا كيف ما كتعرفوا حتى الجاكيت ديالي ما خديته من هاد لا مارك هادي. ولكن اشنو لي سبيسيال وخلاني ندير لكم هاد الفيديو هذا؟ هو انه من بعد 25 عام ديال الخدمه وديال التطوير وديال بزاف ديال الناس اللي خدموا على هاد البروجي هذا، انهم قدروا يخرجوا واحد جيلي اللي فيه الايرباك. هاد الايرباك هادي اللي كتنفعك في الموتور، وبيان سور عندكم دي زيدي بزاف على هاد البلان ديال الايرباك، ولكن كلشي فراسو غير هاد البلان هذا اللي هو كيكون واحد الخيط ملاص للموتور، وان فوا كتلحم الموتور عاد كيتاكتيف. هذا هو المشكل اللي كان، وبيان سور هادشي علاش الناس فكروا انهم يديروا شي حاجه اللي ذكيه بزاف ومطوره. بيان سور هاد الحاجه هادي اول حاجه غادي ندوي عليها هو الثمن ديالها قبل ما ندخلوا في لي ديتاي. بيان سور كيف ما كتعرفوا وحنا مغاربه، بيان سور اول حاجه كتدخل شي محل اول حاجه كتقلب عليها هي بشحال اخويا داير هاد البياسه. هادي هاد البياسه سيدي دايره 600 اورو، يعني تقريبا 6700 درهم مغربيه. عاودي تقريبا 6700 درهم مغربيه. تقدر تشري بها سي تسعين، تقدر تشري بها تي ماكس خاويه، تقدر تشري بها اي حاجه، ولكن كاين اللي كيخاف على العمر ديالو او الحياه ديالو فوق الموتور. كيف ما كتعرفوا تقدر تكون غادي في الموتور تقدر توقع لك اي حاجه، وهاد 6000 درهم او 7000 درهم اللي دوينا عليها يعني 600 اورو ما غتكونش ساويه قد الحياه ديالك. بيان سور كيف ما كتعرفوا اهم حاجه فوق الموتور هو شكون لابس الجيله ديالك والجاكيت ديالك والكاسك ديالك واللي غون ديالك. بيان سور ولكن قليل فينا اللي كيشري هاد ليغباك اللي خرج جديد. هادشي علاش خلاني انني ندوي لكم. اول حاجه كيفاش كيخدم هاد ليغباك؟ هاد ليغباك كيديتيكتا من الفيبراسيون ديال الموتور. الا كنتي فوق الموتور هذيك الفيبراسيون ديال الموتور ديالك هي اللي كتخليه يتاكتيفا اوتوماتيكمون، ولكن بزاف ديال الناس غيقولوا ليا الا كان هاد الموتور واقف كيفاش غديتيكتاه؟ كيف ما كتعرفوا الغالونشي ديال الموتور كتنقص، اذا الفيبراسيون ما غاتوصلش للجيلي. الوغ هما فكروا في هادشي بيان سور، وقال لك الا كانت واحد الطوموبيله جايه قاصداك الجيلي كيديتيكتي الفيبراسيون ديال الموتور ديالها هي وكيتاكتيفا. اون فوا كتقرب ليك بيان سور كيتاكتيفا وكيتنفخ. هذا هو البلان اللي عجبني في الحقيقه بزاف. والبلان ديال واش انا غنكون اكتيفيها ولا ما اكتيفيهاش، ولا كنت ديزاكتيفيها وقعت لي شي حاجه، هذا البلان حتى هو بيان سور فكروا فيه. وداروا واحد البلان ديال ديتيكسيون اوتوماتيك او لاكتيفاسيون اوتوماتيك ديال الايرباك، يعني الا نسيتيها نتايا وكاو غتوقع لك شي حاجه بيان سور كتاكتيف الراسه. بيان سور بزاف دوينا على لاكتيفاسيون، واشنو غيوقع؟ اش كاين داخل في هاد الايرباك هذا؟ هاد الايرباك الداخل او الجيلي اللي غادي ندوي عليه هو جيلي اللي كيبان عادي، ما كيبانش شي حاجه اللي من فوقه. وبيان سور عندك الحق انك تطويه وتجمعو وديرو في هاد الساكادو، وتقدر تلبسو فوق الجاكيت وتلبسو فوق تريكو عادي، ما كاينش المشكل. وزادوا فيه بيان سور واحد البلان اللي زوين هو انه واخا تلبسو في البرد كتبقى سخون الداخل، واخا تلبسو في الصيف كيبقى يدوز لك الهواء ترونكيل مزيان ما غادي يصهدك ما والو. ولكن كيف ما كتعرفوا الايرباك ديما كتكون فيه واحد الحاجه اللي كتنفخ، هذيك الحاجه اللي كتنفخ الا ورقتي عليها من شي بلاصه البرد كامل كان كيمشي للبلاصه الاخرى. هذا هو الديفو اللي كان في الايرباك اللي كانوا قدام. الوغ هما حاولوا انهم يصوبوا واحد الخيط للداخل اللي انه خاش ورك عليه من جهه ما كيهربش الهواء الجهه الاخرى، اذا كيبقى كامل مغونفلي. و اون فوا كتوقع لك شي حاجه
وخا تضرب من اي بلاصه كيبقى مغونفلي الوغ كيحميك، وهاد الحمايه ديالو كنوصل لانها سبعه لي دورسال. لي دورسال هما هادو اللي كتشوفوهم واللي مهمين بيان سور. البلان في الحقيقه اللي ما عجبنيش بزاف هو انه دير شي الله يحفظ شي كسيده وتنفخ لك داك الجيلي، اشنو غادي دير؟ بيان سور اون فوا كيتنفخ الجيلي بحال كيخسر بيان سور، كيف ما كاين في الطوموبيلات اللي رباك اون فوا كتخرج خاصك تمشي تبدل الطابلو ولا تبدل الفولون. داينيز فكروا في هاد الشيء هذا وداروا لي ستور ديالهم بانهم عندهم الحق يبدلوا لك هذاك لي غباغ اللي داخل. في الحقيقه غادي تبدلوا واحد 250، ولكن الا درتي واحد لاكسيدون اللي خايبه ديك 250 اورو ما غاداش تبقاش بان لك، تقريبا 3000 درهم باش غاش تبدل داك لي غباغ اللي الفوق. الوغ هاد لو كوتي هذا اللي غالي شويه باش تبدل هذاك لي غباغ، ولكن ماشي مشكل، الحياه ديالك مهمه بيان سور. اهم حاجه اللي غادي ندوب عليها هي الباتري اللي فيها اللي داخل. بزاف ديال الناس وجيليات الكشار كان الماكسيموم ديالهم هو 4 سوايع 5 سوايع وماكسيموم، هادي داروا فيها باتري اللي كيبقى 26 ساعه، و 26 ساعه كيعلمك انه في واحد البلاش كيشعلو اذا كان غيطفى او اذا كان ماكتيفي او ديزاكتيفي هاد البلاش هادو. بيان سور هاد الموضوع هذا كانوا بزاف ديال الناس سولوني عليه، وكانوا كنت درتوه في لاباج فيسبوك باش حتى نتوما تستافدوا بيان سور. الى عجبكم بيان سور هاد الكونسيبت جديد وهاد لي زانفورماسيون اللي غادي نبداو نعطيو في هاد لي سيري جداد، ما تنساوش واحد اللايك في الفيديو هذا. الى وصلتوا 4000 بيان سور غادي نديرو موضوع اخر وغادي نديرو فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم، كان معكم بديلمس في الفيديو هذا. تشاو تشاو يا العشران، ما تنساوش اللايك في الفيديو هذا، والى كنتي اول مره غادي تشوف هاد الفيديو ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس. الفرق بيني وبينك جاي كنشري لايكس اشري وانا كنبيعهم، جا باغي فيديو فيفو وانا باغي نزيد الكيلو باش تعجبتي سميتي في شي فيت غنجيو ليكو سعر الفيلم.